معنا من أبها مراسل إخبارية عبد الله العبيد. عبد الله، أهلا بك معنا، لو تطلع لنا والمشاهدين على الحالة الجوية هذا اليوم. اهلا بك زميلي حسن، واهلا بالساده المشاهدين متابعي القناه الاخباريه. اليوم ثاني ايام الحاله المطريه التي تشهدها مدينه ابها. تتواصل هذه الحاله باجواء غائمه منذ ساعات الصباح الاولى لهذا اليوم، ومن بعد ظهيره هذا اليوم بدا نشاط في الرياح مصحوبا بتشكل لبعض الغيم. هذا التشكل التي تظهر الآن في مدينة أبها هطل على أثرها أمطار. هذه الحالة المطرية وفقا للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ستستمر إلى يوم الجمعة القادم، ويحيطون جميع الجهات ذات الاختصاص بأخذ الحيطة والحذر والاستعداد لمثل هذه الحالة المطرية. الجدير بالذكر أنه تم تعليق الدراسة في مدارس منطقة عسير وكذلك جامعة الملك خالد لهذا اليوم، وكذلك إيقاف مؤقت لبعض الرحلات مساء أمس في مطار أبها. هذه الحالة تستمر وفقا لتوقعات الهيئة حتى مساء يوم الجمعة. الجدير بالذكر أن عقبة الضلع ما زالت مغلقة حتى هذه اللحظة، وستستمر وفقا لتوقعات الجهات المختصة لتجهيز هذه العقبة حتى يوم الخميس القادم بإذن الله. طيب، أنا أشكرك، وفي حال هناك جديد سنتواصل معك. شكرا لك، كنت معنا من أبها مراسل إخبارية عبد الله العبيد، شكرا جزيلا لك.